الرئيس السيسي يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات اقتصادية. من أنقرة، شكري وأغلو يؤكدان العمل على تطوير العلاقات بين مصر وتركيا ويتفقان في الرؤى على عدد من القضايا الإقليمية. وموسكو تحذر من مخاطر حدوث اشتباك ما بين قواتها وحلف ناتو، وكييف ترى أن أمنها واستقرارها مرتبط بانضمامها للحلف. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله. تضمن القرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والوزير المختص بشؤون الاستثمار، وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية. وبحسب القرار الجمهوري يتضمن التشكيل أيضا كل من رئيس مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيضا المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين. وللحديث أكثر مشاهدين عن أهمية المجلس الأعلى للاستثمار ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار الدولي. دكتور ماجد، بعد التحية سنتحدث طبعا عن أهداف هذه أو أهمية المجلس، لكن يعني استرعى انتباهي التشكيل الخاص بالمجلس. نحن نتحدث هنا عن بالإضافة للمختصين بالجانب الاستثماري والجانب المالي، نحن نتحدث هنا عن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا رئيس المخابرات العامة المصرية. كيف تابعت التشكيل لهذا المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي حضرتك والساده المشاهدين الكرام. اولا لو بصينا للقرار ذاته، قرار السيد رئيس الجمهوريه بتشكيل المجلس الاعلى للاستثمار ونظام عمله، هنلاقي ان الموضوع في حد ذاته يدل على اهميه شديده لهذا الجانب او لهذه زي ما بنقول كده الجزء الخاص بالاستثمار، مهم جدا في دعم اقتصاد اي دوله. وبالتالي لو نظرنا برضو الى زي ما حضرتك اتفضلت وقلت التشكيل الخاص بالمجلس الاعلى للاستثمار، هنلاقي ان على راس هذا التشكيل يراسه السيد رئيس الجمهوريه. نعم. بجانب طبعا عضويه كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي. مين معاهم كمان؟ معاهم محافظ البنك المركزي ووزارات في غاية الأهمية ومرتبطة بالاستثمار بشكل كبير جدا، منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة، وأيضا الوزير المختص بشؤون الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية. لو شفنا ولسه طبعا في مجموعة كبيرة تحت رئاسة فخامة الرئيس، إشراف أو ترأس رئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المنظومة ولهذا المجلس يدل على إعطاء أهمية كبيرة لهذا الموضوع. وبالتالي ما يمكن أن أقوله أن الاستثمار هو قاطرة التنمية بمختلف أنواعه، سواء كان الاستثمار الزراعي أو الاستثمار الصناعي في قطاعات مختلفة. فبالتالي الاهتمام بهذا الاستثمار كقاطرة للتنمية
من خلال منظومة جديدة برئاسة رئيس الجمهورية. أعتقد أن دي خطوة قوية جدا على الطريق في زيادة الاستثمارات سواء كانت المحلية أو العربية أو الأجنبية، وأيضا دعم قاطرة التنمية بشكل أكبر وأسرع. نعم دكتور ماجد عبد العظيم، يعني بالتأكيد مجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة ننتظر منها الكثير والكثير من القرارات الهامة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار الدولي. هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج. تقدم السيد الرئيس بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده على الأخوة الأقباط وهم ينعمون بموفور الصحة والسعادة، معربا عن أمنيته لهم بالنجاح والتوفيق ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالمزيد من التنمية والرخاء. كما هنأ رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية لمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب رئيس مجلس النواب عن عظيم تقديره لمواقف وأراء البابا توادرس الثاني الداعمة للوطن، مشيرا إلى أنها تعكس جوهر وأصالة شعب مصر العظيم، حيث تتألف شرائحه في نسيج واحد على مر العصور. وهنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بمناسبة عيد القيامة المجيد. كما دعا رئيس مجلس الشيوخ الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على البابا توادرس الثاني بالخير والبركات، وأن يشمل برعايته وطننا الغالي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مكالمة هاتفية بقداسة البابا توادرس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة لمناسبة عيد القيامة، متمنيا للإخوة المسيحيين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام والأمن والأمان. وخلال الاتصال أكد فضيلة الإمام الأكبر أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تجسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء، وأن هذه الأخوة ستظل دائما الرباط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات. من جانبه هنأ قداسة البابا توادرس فضيلة الإمام الأكبر وجميع المسلمين بعيد الفطر المبارك. من جانبه بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بمناسبة عيد القيامة. وعبر وزير الدفاع في برقيته عن أصدق مشاعر المحبة والتقدير لقداسة البابا، كما أعرب عن اعتزازه واعتزاز القوات المسلحة بمواقف البابا الوطنية دفاعا عن القيم والمبادئ الراسخة لمصر، والتي يجمعها نسيج وطني صلب يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق أمال شعبه العظيم في العزة والخلود. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا توادرس الثاني بمناسبة عيد القيامة. هذا وأصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي من الأقباط بمناسبة الاحتفال بالعيد. كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا
لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لقداسة البابات وأدرس الثاني لمناسبة عيد القيامة. وعبر وزير الداخلية في برقيته عن مكنون اعتزازه وعظيم أمنياته للبابا وطائفة الأقباط الأرثوذكس، راجيا للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط ليكون دوما سدا منيعا تندحر أمامه المكائد والشدائد لتمضي مسيرة الوطن لبلوغ مرتجعات التنمية والازدهار. وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة إلى الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك باتريارك طائفة الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد القيامة، حيث قال في برقيته: إن حقائق التاريخ تؤكد أن مصر الكنانة قد طاب ثراها بخطى الأنبياء، وستبقى رايتها أبد الدهر بجهود المخلصين من أبنائها. وبعث وزير الداخلية أيضا برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الأنجلية بمصر للتهنئة بعيد القيامة. أيضا بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى أبناء المسيحيين في هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التوسع خلال الفترة القادمة في إجراء عمليات للتبادل التجاري مع بعض الدول الإفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة بما يحقق فائدة الطرفين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم فيه استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء لا سيما في قارة إفريقيا. في شأن آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستكمال المفاوضات مع الشركات المحلية والعالمية المهتمة بالعمل في استخراج خام التنتاليوم تمهيدا للاتفاق على أفضل سبل استغلاله. جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سبل استغلال احتياطيات مصر من خام التنتاليوم، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية على الوجه الأمثل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر. في هذا الإطار تم استعراض دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتاليوم الذي يعد أحد العناصر الأرضية النادرة. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن التوافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية. وخلال اجتماعه مع المسؤولين المعنيين أكد كذلك حرص الحكومة على متابعة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة. شهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل توطين الصناعات الطبية وآليات تفضيل المنتج الوطني في تدبير مطالب القطاع الصحي، وكذا مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية لزيادة القدرة التخزينية لمواجهة أي مشكلات أو عوائق قد تطرأ. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف الصحة والسعي لتنفيذ العديد من المشروعات القومية في هذا القطاع المهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله. جاء ذلك خلال اجتماع تم فيه استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال الصحة، وأيضا الإجراءات التنفيذية لإقامة معهد القلب القومي الجديد بمدينة الشروق، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من البرنامج الوظيفي له. جرى إعداد المقترح التصميمي من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مغلقا مع نظيره التركي مولود تشاوش أغلو، بالإضافة إلى جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، وذلك بمقر الخارجية التركية في أنقرة. جاء ذلك خلال زيارة لشكري إلى تركيا بهدف بحث مختلف أطر العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المباحثات مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو تناولت العديد من القضايا التي من بينها العلاقات الثنائية ما بين القاهرة وأنقرة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، أكد شكري استمرار البلدين في العمل على تطوير العلاقات في ظل الرغبة في ترسيخها على مختلف الأصعدة. تناولنا خلال مشاوراتنا العديد من القضايا في مقدمتها، وربما أخذ الحيز الأكبر منها هو العلاقات الثنائية والجهود المبذولة على مستوى البلدين والمؤسسات في البلدين لتناول كافة أوجه العلاقات والعمل على تذليل أي من ما قد يحد من تطورها والارتقاء بها، والاستجابة إلى رغبة البلدين في تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة وتوسيع رقعتها، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية اللي تربط بين البلدين وبين الشعبين، والإحساس المتبادل بأنه فيها تنمية هذه العلاقة ما يعدد الاستقرار على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، ويعود بالنفع بشكل متساوي على شعبي البلدين وشعوب المنطقة بصفة عامة. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري الحاجة إلى العمل المشترك بشأن القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة والأطر. وأوضح شكري أنه أطلع نظيره التركي على جهود مصر الهادفة لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي للمسجد الأقصى. في إطار الأوضاع الإقليمية فبحثنا باستفاضة وبشكل معمق وشفاف القضية الفلسطينية والحاجة للعمل المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، في إطار جهودنا الثنائية في التنسيق، أحط معالي الوزير بالجهود التي بذلتها مصر لاحتواء التصعيد الأخير، بضرورة مراعاة إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى للشعوب الإسلامية، وضرورة احترام حرية العبادة واحترام الوضع القائم دون تغيير للمسجد الأقصى، فهذه أمور في غاية الأهمية. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري رغبة مصر وتركيا في العمل نحو اطلاع المؤسسات الليبية بدورها بما يسفر عن انتخابات ليبية ينتج عنها حكومة قادرة على الحفاظ على ليبيا ومقدراتها لصالح الشعب الليبي. وأضاف شكري أنه أطلع نظيره التركي على الاتصالات الأخيرة ما بين مصر وسوريا، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا. فيما يتعلق بليبيا، ولدينا رغبة مشتركة بأن نعمل على تحقيق المؤسسات الليبية لمسؤوليتها بأن تقدم ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تولي المسؤولية حكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وفي نفس الوقت تكون قادرة على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والحفاظ على المخدرات الليبية لصالح الشعب الليبي الشقيق. كان لنا حديث أيضا على تطورات الأوضاع في سوريا، وأحط الوزير بالاتصالات الأخيرة التي تمت فيما بين مصر والحكومة السورية، واستقبال وزير الخارجية السوري في مصر، وأهمية التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا وعلى وحدة أراضيها وعدم وجود القوات الأجنبية على أراضيها، والتعامل مع قضية الإرهاب، وفي نفس الوقت ضرورة وفاء
الحكومة السورية بكل الالتزامات القائمة في قرار مجلس الأمن 2254. من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده تعمل مع مصر على صعيد تحقيق خطوات ملموسة لتعيين سفراء لكل من الجانبين. وأوضح أوغلو أن المشاورات مستمرة بين البلدين لتطوير علاقاتهما إلى جانب العمل على التحضير لقمة بين رئيسي البلدين. وفيما يتعلق بتعيين السفراء ونحن نقوم بتسجيل خطوات ملموسة، وفي القاهرة أيضا عملنا معا واتخذنا قرار في هذا الشأن. وفيما يتعلق ببيان مشترك أيضا سنقدم لكم معلومات بهذا الشأن في الأيام المقبلة. والآن ليس هناك مشكلة طبعا، ولكن مشاوراتنا مستمرة، وفي نفس الوقت فيما يتعلق بعلاقاتنا ومستوى الدبلوماسي من جهة أخرى في نفس الوقت نريد تطوير علاقاتنا أيضا، وفي نفس الوقت سنواصل بإرساء خطوات ملموسة، وأيضا نريد بأن تتحقق قمة على مستوى رؤساء الجمهورية في الفترة المقبلة، ونحن أيضا تناولنا بتحضيرات هذه الزيارة أيضا. كما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو التقارب الكبير في الرؤى ووجهات النظر ما بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا. وأشار تشاويش أوغلو إلى رغبة بلاده في انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا وبأسرع وقت ممكن. فيما يتعلق بموضوع الليبي فإن علاقاتنا وتعاوننا ستكون أوثق بعد الآن، وفي الحقيقة آرائنا متطابقة في الكثير من الأمور، ولكن سنعمل في خارطة الطريق لكي نكون على أوثق تواصل في هذا الصدد، وفي الفترة المقبلة سنعمل معا أيضا. ونحن نريد طبعا انتخابات عادلة وحرة وشفافة في ليبيا وبأسرع وقت ممكن. وحول شروط انتخابات ليبيا أيضا تبادل الآراء معا، وسنعمل معا في هذا الصدد. رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين. وأكدت مصر دعمها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أي تحديات قد تعتريها، مثنية على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالح المشتركة. كما هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قادة قطر والبحرين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الخطوة إيجابية ومهمة وتعكس النهج الأفضل في إدارة العلاقات العربية وهو القائم على الحوار والتفاهم، مشيرا إلى أن الخلافات أو المشاحنات تخصم من رصيد القوة العربية وتعرقل مسار العمل المشترك. في الأزمة الروسية الأوكرانية شدد الكرملين بأن البحر الأسود لن يكون أبدا بحرا تابعا لحلف شمال الأطلسي الناتو. وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بأن على الناتو لعب دور أمني أكبر في البحر الأسود، وأن يدمج الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء الحلف. وقال كوليبا متحدثا في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود في بوخارست إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي هو الخيار الوحيد لضمان أمن البلاد في المستقبل. حذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو من أن مخاطر حدوث اشتباك بين القوات الروسية وقوات الناتو آخذة في الازدياد. وقال غروشكو أن أبرز مثال على ذلك هو الوضع في منطقة البلطيق التي تحولت من خلال الجهود المشتركة لحلف شمال الأطلسي
من منطقة هادئة إلى منطقة تنافس عسكري. وأشار غراشكو إلى أن روسيا حاولت بكل الطرق الممكنة تطبيق أو تطبيع الوضع في بحر البلطيق، لكن حلف شمال الأطلسي لم يأخذ بعين الاعتبار أي من المقترحات التي تقدمت بها موسكو. ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. جددت روسيا دعمها لرفع القيود الغربية على القطاع الزراعي الروسي، مهددة بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وطرحت الخارجية الروسية شروطا لمواصلة الالتزام باتفاقية الحبوب، من بينها إعادة ربط بنك أحد البنوك الروسية المتخصصة في الزراعة بنظام سويفت المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى مواني أجنبية. كما طلبت بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي. أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعا في فبراير الماضي، حيث أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج. أضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير. وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%، مما يعني أن النمو في يناير كان أقوى مما يعتقد في البداية، مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلة. أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن إنشاء بنك التنمية الجديد يظهر أن اتحاد الدول الناشئة قادر على إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية ذات صلة بالعالم، ولديه إمكانات كبيرة. جاءت تصريحات الرئيس البرازيلي خلال زيارته للصين، وأضاف أن البنك لديه قدرات ضخمة تستطيع أن تحرر الدول الناشئة من الخضوع للمؤسسات المالية العالمية. ويعد بنك التنمية الجديد هو بنك متعدد الأطراف أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويعرف مجتمعيا باسم دول البريكس. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع بسمرقند مع نظيره الصيني تشينغ جونغ بأن العلاقات بين موسكو وبكين تثبت الاستقرار، وتكرار الاجتماعات واللقاءات الثنائية له ما يبرره. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن العلاقات ما بين البلدين تظهر وتثبت الاستقرار في العلاقات القوية ما بين البلدين، وأكد أن تكرار الاجتماعات له ما يبرره تماما من نتائج، لافتا إلى أن زيارة رئيس الصين شي جين بينغ إلى روسيا مؤخرا هي تأكيد آخر على آفاق تفاعلهما الاستراتيجي وشراكتهما الشاملة. أدانت الولايات المتحدة بشدة تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لصاروخ باليستي طويل المدى، وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي يعملان على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء. وشدد البيت الأبيض على أن باب الدبلوماسية لم يغلق، مطالبة كوريا الشمالية بالكف فورا عن أعمالها المزعزعة للاستقرار على حد وصفها. واختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في عملية هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها.
أعلن وزير العدل الأمريكي مايك جارلاند اعتقال المشتبه به في تسريب الوثائق الأمريكية. وقال وزير العدل الأمريكي إن المشتبه به جاك تكسيرا سيتم التحقيق معه في محكمة بوستون. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعلن إلقاء القبض على مشتبه به على خلفية تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية. إلى ذلك قال متحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع تأخذ قضية التحقيق في الوثائق المسربة على محمل الجد، وأشار إلى أن تلك الوثائق قد تؤثر على علاقة واشنطن بحلفائها، لافتا إلى العمل على تقييد وصول بعض الأفراد إلى المعلومات الحساسة. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول قانون المسؤولية الطبية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع. تناولت الورشة مناقشة عدة محاور، منها كيفية تحقيق الموائمة التشريعية بين الطبية أو الطبيعة المهنية والأسس القانونية والطرق المؤسسية لتقييم الممارسة الطبية والأخطاء الناتجة عنها. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت استحداث لجنة مستقلة خاصة بالمسؤولية الطبية، وسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية وشموله للتعريفات القانونية التي تتضمن التفرقة بين الخطأ الطبي بدرجاته والمضاعفات الطبية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة لسقوط الأمطار ما أدى لوصول المياه إلى البهو. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تماما، لا تصيبه الأمطار بأي أضرار، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتي نظرا للتصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح للبهو، موضحا أن سقوط الأمطار لا يمثل أي خطورة في ظل احتواء المتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الانتهاء من تنفيذ 88% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لرئيس هيئة قناة السويس لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع. وحرص ربيع على التعرف على مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية المنفذة في محيط المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الهندسية والمدنية المرتبطة بمشروع ازدواج البحيرات المرة الصغرى. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وأعضاء جمعية الأعمال التجارية المصرية السويسرية بحثوا فرص الاستثمار في مصر. وخلال جلسة نقاشية نظمتها السفارة السويسرية تم استعراض محاور تيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، التي جاء من أهمها تسريع وتيرة حل نزاعات الاستثمار والقضاء على أي عراقيل تواجه المستثمرين بهدف دفع ملف الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. فيما يخص التحول الرقمي، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات سيتم إطلاقها في الأول من يوليو المقبل، التي ستمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونية. Thank you.
وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا، بأخبار الطقس نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاساته وعضوية رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات اقتصادية. من أنقرة، شكري وأوغلو يؤكدان العمل على تطوير العلاقات الثنائية ويتفقان في الرؤى على عدد من القضايا الإقليمية. موسكو تحذر من مخاطر حدوث اشتباك بين قواتها وقوات حلف الناتو، وكييف ترى أن أمنها واستقرارها مرتبط بانضمامها للحلف. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم والإعلامية شفكي المنيري. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا هبة، منورة. مساء الخير يا رمزي، منورين. مساء الخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص احنا بقينا في العشر الأواخر، يعني أجمل طيب. شهر وأسرع شهر في السنة كلها. صحيح. صحيح. أخبار دراما رمضان بقى إيه؟ وخلاص يعني معظم الحلقات بتفنش، في خلص وفي بيبتدي وفي مفروض خلاص بقى هيوصل لنهايته. بس اللي وصل الترند دلوقتي يعني أعتقد كان في أول رمضان الكبير قوي، بس دلوقتي أعتقد الترند هو
العمدة، جعفر العمدة، صح كده ولا طبعا لا؟ جعفر العمدة عامل شعبية كبيرة مع ناس كتير، والدراما ده دورها لما تكون هي مشوقة للدرجة دي، واحنا عاملين مفاجأة كبيرة جدا لكل مشاهدي مسلسل جعفر العمدة يعني. فأعتقد يمكن السنة الجاية بقى أنت رجائي تمتد إلى الدراما، من عارف. أنا طبعا في أعمال. أنت جاهز يعني، شايفك جاهز يعني. طبعا إن شاء الله بإذن الله. المخرج زميلنا بيقول لها بيصحح لي يعني، بيقول لي اسمها الذروه، فاحنا كده فعدينا ذروه المسلسلات أو الاحداث. الاحداث بدات النهايه اللي مستمر فيها. اكيد عندك مفاجات النهارده يا شيخ. عندنا مفاجات، ومعانا الفنان مجدي بدر اللي مجنن المسلسل كله طبعا يعني هنشوف هيعمل ايه، واحنا هنشوف احنا هنعمل ايه معاه كمان، وهنفاجئ الناس بحاجات كتير. هنستناه هنا موفقة إن شاء الله. الله حلقة سعيدة لكل مشاهدينك، ويستمتعوا بأحب النجوم ليهم في الشهر الكريم. والستايل برضو بتاع مدام شبكي النهاردة ما شاء الله. كده بقى احنا هنشكر في بعض، عارف اللي هو بشكركم جدا، بشكرك رجائي، بشكرك هبة، بتمنى لكم كل التوفيق دايما وكل صناع نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ برنامج التاسعة، تفضل.